ماشي في هالدنيا حاير بالي مشغول كل دقيقة وثانية نتسائل ونقول نتسائل ونقول زعما غدوة خير وتزهق الأيام ونعيش في خير زعما غدوة خير وتتحقق الأحلام واللي في البالي يصير اليوم الحلقة الأخيرة من غدوة خير. شكر كبير لكم اللي تبعتونا وشكر كبير لتفاعلاتكم ولنقدكم ولتساؤلاتكم وحكاياتكم ومواضيعكم اللي كانت توصلنا على الباج أوفيسيال الخاصة بالوطنية الثانية طيلة الموسم. في حلقتنا لليوم باش نرجعوا بالذاكرة لعاداتنا التونسية الزملية الخاصة بشهر رمضان المعظم، ثم نمشي والمراسلين جريدتي وباش نشوفوا مواضيعهم وحكايتهم الخاصة بحلقة اليوم، ثم الفقرة الأخيرة باش نشوفوا الانتاجات الدرامية الخاصة بالقناة الوطنية. هذوما مواضيع حلقتنا لليوم، مرحبا بكم. عندنا برشا عادات قديمة زملية العائلات التونسية كانت تستقبل بها شهر رمضان المعظم، هذه الكل باش نشوفوه مع سارة الداشي. أسابيع تفصلنا على حلول شهر رمضان الكريم، على هذاك العديد من العائلات التونسية بدأت تستعد لاستقباله، خاصة وأنه مناسبة باش تجتمع العائلة المصغرة والموسعة وتستمتع بأجواء وسهراته. ومن أهم الاستعدادات والتقاليد اللي تعودت بها العائلات التونسية قبل حلول هذا الشهر الفضيل صيانة المنزل من خلال دهن الجدران والحرص على نظافته، لكن العادة هذه بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة. نلقاو زاد العديد من النساء اللي تحرص على تجديد أواني الطبخ وشراء أواني فخارية وزجاجية جديدة وملاعق وكؤوس، إضافة إلى تنظيف الأواني النحاسية واللي نعبر عليها بقصدير نحاس. لكن من أهم الاستعدادات وأبرزها تحضير المؤونة والعولة والمواد الغذائية الاستهلاكية وخاصة التوابل والبهارات وبالأخص شربة الشعير التقليدية اللي تحضرها معظم النساء بطريقة تقليدية واللي هو طبق أساسي على كل طاولة تونسية، بالإضافة للبسيسة والكسكسي والقهوة والبهارات المجففة من فلفل أسود وأحمر وطماطم مجففة وثوم وكليل ونعناع وزعتر. وتبقى العولة عولة رمضان نخزو عادة أساسية تجمع بين الرائحة الزكية والطعم اللذيذ، بالإضافة إلى أنها صحية واقتصادية. لكن المؤسف أنها بدأت تندثر شيئا فشيئا بحكم تغيير نمط العيش وخروج المرأة للعمل. كما يتميز هذا الشهر بالاستعدادات الحثيثة وخاصة في الأسواق اللي تنشط وتشهد حركية كبيرة وتفوح بمزيج مدهش من روائح التوابل والحبوب والقهوة، مما يعطي نكهة ورائحة زكية تميز هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى التمور والفواكه الجافة ونشر البساطات التجارية اللي تبيع لوازم شهر رمضان. أنت المراسل، الفقرة اللي تأمنها جمعية الخط بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، المشروع اللي بدأوا فيه والخاص بصحافة المواطنة منذ 2011. شكر كبير لكل المراسلين اللي كانوا يبعثون المواضيع طيلة الموسم واللي كانوا يتطرقوا للمواضيع الاجتماعية الثقافية الفنية والرياضية. هات نشوف مع بعضنا في حلقتنا لليوم شنو المواضيع اللي حضرهم. خمسين صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، خمسة نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. الموقوفين 1680 121 دون 18 سنة. من نهار 14 جانفي 2021 تجاوز عدد الإيقافات أكثر من 2000. الرقم هذا حتى في نظام بن علي ما تجرأش عليه. الموقوفين يتراوح سنهم من 14 ل 30 عام، وأغلب التهم كانت أحداث الشغب والأضرار بالملك الخاص والعام. مشينا وزرنا عينا من أولياء الموقوفين واللي هي مدام لميا أم رائد اللي توقف في تدريباته مع فريق النصر الرياضي بالماتلين، وهذا اش قالت.
شهد في الاحتجاجات نتاع 14 جانفي. والله ولدي نهارتها هو خالته مريضة وكل شيء قاعدة في دارنا. أنا طيبت العشاء قلت له ولدي برا هز الولاد خالتك العشاء. هز لهم العشاء بعد أنا نسمع في هاو يعني حاجات هكاش فما ما فماش. كلمت رجل خالته قلت له رائد غديك قال لي هاني هاو بحذايا لهنا. قلت له بربي ما تخليش يخرج مع حكاية الستة ونص هكاكا. كلمتني بنت أختي قالت لي خالتي راه ولدك جاي هاك الحاكم راه وهزو هكا هاو. نولي هكاكا قيت تاكسي وليت هبط نلقى ولدي في المنطقة. ما حبوش دخلوني ساعة من الأول. بعد وليت دخلت نلقى ولدي ضربينه زادا راهو. نلقى ولدي وجهه مدقدق بالضرب وما هو عامل حتى شيء. يعني لا نشي معاهم لا حرق ولا عمل كما قالوا كل شيء. واعطيوني كان فما حاجة تثبت اللي ولدي وريوهيلي. انا نحب نقول راهو الشباب باش تضيعوه هكاكا. انا ولدي راهو صغير مازال كعمل العشرين. ولدي ما عندي حد. انا هو اللي يخدم عليا انا وزوز اخواته ومراه انا وحدي وكاريه لا حتى حد. ما عنديش معين حاجه يعني باش تدخلي رسمي باش نوكل ولادي. انا مريضه بظهري ما نجمش نخدم. كنت نخدم عليهم تويك انا ظهري سقاط. انا حتى طالبين عليا عمليه واحد ما عنديش باش نعملها. انا الطفل يمشي للبحر في الليل باش يجيب لاخواته القوطه باش ياكلوا. تهزون عليه الطفل علاش؟ شكون عندي انا غير هيكم؟ انا مني ام مني بو. ولدي باش تحطموا له حياته كي جدتو هكاك. هذاك اش باش نقول؟ وهذا عم كامل اللي كانت حلمته هو ولده محمد انه يكون ولده رابور مشهور ويعاونهم ويحسن لهم في وضعيتهم. نهار 14 جانفي جيتوا مع ستة العشية. يا أخي واحد عنده ولده مشدود قال لي مالكش راه ولدك شدوه. قلت ولدي شعامل هو ولدي البارح في الليل. قلت خليته في الحانو ما في باليش بي. انت هكا هو حطمت وحطيته في الحبس هاي حالة مشكلة هاي تنيته توك حطيته في الحبس. مش مشكلة حطوه في الحبس. اسكن حطوه في الحبس مش مشكلة. المهم انتم ترضاوا بركة. وإذا كنت إذا أنت حطيتهم في الحبس العبيد مش باش تسكت راهي. ماهيش باش تسكت. وخاطرش الظلم بالنسبة لي أنا ظلم. ظلمتوها العبيد. احتجوا من حقهم احتجوا. هما كان شد واحد من المسؤولين نتاعهم راهو توت سويت راهو خرج. أما احنا خاطرش الزواولة مش قادرين مش قادرين. يعني فينا اللي يحبوهم وزاد ميساج الله يلاهم هما زاد. خموا في الشباب راكم البلاد باش تحرقوها. إذا كان متخموش في ولادنا راه حرام عليكم. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ماما ماما وقيد هجة قيد الوقت قيد في فلوكة الخارجة غربة وقت المفتاح نمشي ما نرجع وفي الأماني. ماما ماما وفي الأمان وقيد هجة قيد الوقت قيد في فلوكة الخارجة غربة وقت المفتاح نمشي ما نرجع وفي الأمان. ماما ماما وفي الأمان. في حدود الناس نقدم خطوة للأخرين ونعمنا للتركيتار ونعمنا للتركيتار ونعمنا للتركيتار. تو نحبكم تركزوا وتتبعونا وتقعدوا معنا ونشوفوا شفيقة النصراوي اللي باش تحكينا على الانتاج الدرامي الخاص بالتلفزة الوطنية تيلة شهر رمضان المعاد. بعد تعطش كبير للأعمال الدرامية وبعد موسم سابق غابت فيه المسلسلات على التلفزة الوطنية بسبب تعطيلات في التصوير جراء كورونا، الدراما التلفزية موجودة بقوة رمضان السنة على الوطنية الأولى. باش نتفرجوا على مسلسل كان يا ما كانش. هو عبارة على سلسلة مش سيت كوم، هي قصة وخرافة تحكي على ملك تسمم صدفة. سلسلة تأرخ لفترة التوانسة الأصليين أي قبل ما يجيوا الفينيقيين. كان يا ما كانش هي فانتازيا وخرافة كتبوها ثلاثة أسماء من ثلاثة أجيال هما حاتم بالحاج وعزيز الجبالي وعبد الحميد بوشناق اللي بدوروا المخرج.
من الممثلين اللي تجمعهم السلسلة هذه سيف عمران، سندس بالحسن، رملة العياري، مهذب الرميلي، ياسمين الديماسي، هالة عياد، جمال مداني، منجي العوني، فاطمة بن سعيدان وجهاد الشيرني. سلسلة قائمة بالأساس على الكوميديا وتصورت في ديكور طبيعي في أذنة باش تتعدى في رمضان بعد شقن الفطر. من إخراج محمد علي سعيدان وعبد العزيز حفظاوي، سيناريو أسامة عبد القادر، سيت كوم عيشة فل هو عبارة على سلسلة تحاكي يوميات الأسرة التونسية وتنتقد جملة من السلوكيات والعقليات السائدة بطريقة كوميدية ساخرة لا تخلو من النقد السلس. عيشة فل يجمع كل من سفيان الدهش، سماح السنكري، خالد بوزيد، مراد بن نافلة، لطيفة القفسي، جمال مداني وليتيسيا. لفوا على جنابكم وشاهدوا السنة والموت الليلة. ألف ومئتين واحد يحرقوا في الشهر. مازال عندك الوقت؟ حتى من الباسبور حرقته. صناع المايسترو من جديد في تجربة درامية يلتقي فيها المخرج لسعد الوسلاتي بالسيناريست عماد الدين حكيم في حرقة اللي من المنتظر باش يفتح المجال للدراما انه تنتج وتعرض خارج أطر رمضان ويكسر بالتالي موسمية الأعمال الدرامية. حرقة يطرح في حكاية درامية قضية الهجرة غير النظامية، نشوفه من خلال المسلسل قصص مأساوية لمهاجرين غير شرعيين، نشوفه حكاية المفقودين في عرض البحر ونسمع وجيعة الناجين منهم في مراكز الاحتجاز. حرقة يجمع ثلة من الممثلين من صناع المايسترو كيف وجيه الجندوبي، حكيم المسعودي، مالك بن سعد، عبد اللطيف خير الدين، محمد حسين قريع، مهذب الرميلي وريم الحمروني. بالإنتاج الدرامي الخاص بالقناة الوطنية نوصل لنهاية الحلقة الأخيرة من غدوة خير. نحب تحية شكر للمعدين، صحفيين، صحفي الوحدات الجهوية، مصورين، تقني التركيب، تقني الإضاءة، تقني الصوت، فريق النقل، وعلى رأسهم إدارة القناة الوطنية الثانية. وكيف كيف شكر كبير لإدارة مدينة الثقافة. وما ننساوش أنتم اللي اتفرجتوا فينا وتبعتونا وكنتم معنا من خلال مواضيعكم، نقدكم، تفاعلاتكم وحكاياتكم ومواضيعكم اللي كانت توصلنا على الباج أوفيسيال الخاصة بالوطنية الثانية. دمتم أو في القناة الوطنية الثانية. إلى اللقاء. حاير بالي مشغول كل دقيقة وثانية نتسائل ونقول نتسائل ونقول زعما غدوة خير وتزن هالأيام ونعيش في خير زعما غدوة خير وتتحقق الأحلام واللي في البال يصير.